البلدان الأخرى. كانت رؤيتنا في البداية منذ 2011 بأن الصراع العالمين قيل، فإذا ما وصل الصراع إلى الصراع بين الدول الكبرى مثل الحرب العالمية الأولى أو الثانية يمكن أن تؤدي إلى أخرى وتزجها بحرب استنزافية كما فعلت مع روسيا وأوكرانيا. السؤال الثاني محليا، نحن كقوة سياسية في شمال وشرق سوريا إلى أي حد نحن على استعداد لتقديم تسهيلات وتضحيات للجلوس على الحوار السوري السوري والوصول إلى حل سوري سوري؟ يا بنقلب كيروس ويا بحفيد بروجي هاتي مشان نقاربه بنسخة نقضاء نظرية فردي وكونية وكأهوار بعسكري أمو في كورد سوريا، عرب سوريا، سريان سوريا ترسامة أب مجلس رغم قابل أبد ملي سوريا دقان إقليمي دقان أكيدي مدى علاقات مجلس سوريا الديمقراطية بدولتي إقليمية أن حركات أن أحزابنا بيشكتي ناب دولتي إقليمية.